صباح الخير واهلا بكل مشاهدينا اللي بيتابعونا النهارده في مصر جميله. سعداء ان احنا بنلتقي مع حضراتكم من خلال شاشه الثانيه. وطبعا مصر جميله وان شاء الله يا رب باذن الله هتبقى اجمل. طبعا على مدار يومين كان في منتدى افريقيا الاقتصادي واللي كان مقام في شرم الشيخ. الحقيقه طبعا في مردود كبير جدا لهذا المؤتمر باذن الله على الاقتصاد في مصر وعلى افريقيا. اهم حاجه كمان عايزه اقولها ويمكن ناس كتيره قوي ما اتكلمتش فيها، تنظيم المؤتمر. تنظيم المؤتمر كان على اعلى 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 مستوى، وده يخلينا نقول ان احنا لما بنحب ان احنا نتقن شيء بنعمله على اكمل وجه، فبالتالي احنا قادرين ان احنا نحقق اي حاجه احنا عايزينها. اتكلموا طبعا كتير من خلال المنتدى الاقتصادي على فرص الاستثمار في مصر وفي افريقيا، وعلى انه احنا كمصريين نروح كمان نستثمر في افريقيا. احنا للاسف الشديد مر علينا فتره زمنيه كنا بعاد تماما عن القاره الافريقيه، وده كان انفصال غريب جدا لانه في الستينيات كان لينا مكانه كبيره قوي في قلوب افريقيا وكل الدول الافريقيه. كان في لينا شركات موجوده، كان في لينا قوى ناعمه متواجده بشكل كبير، قدر مصر كان عالي جدا في أفريقيا، وبالتالي انفصلنا عنها وفقدنا الكثير. ولكن بنرجع مرة تانية وبنرجع بقوة مرة تانية إن شاء الله مع أخواتنا الأفارقة، وإن شاء الله هيبقى فيه استثمار جيد، وإن شاء الله بإذن الله الخير هيعم على الجميع. طبعا كان السيد الرئيس أشار لي كثير من النقاط، ولكن النهاردة أنا تحديدا عايزة أتكلم على الطريق اللي هيربط ما بين القاهرة والكيب تاون. ومن شهر تقريبا لما كان عندنا قبل كده الرئيس الصيني كان بيتكلم على انه مصر ايضا داخله ضمن طريق الحرير، فنرجع ونبص دلوقتي نلاقي ان مصر بالفعل موقعها استراتيجي جدا جدا جدا، وبتقع دلوقتي على طريقين، الطريق الافريقي وطريق الحرير الصيني اللي بيمر طبعا، واللي كان سبيل مهم جدا لنقل التجاره والبضائع الصينيه من الصين لعدد كبير جدا من الدول. ان شاء الله الطريق ده هيسهل النقل بشكل كبير ما بين الدول بعضها وبعض الأفريقية. مهم جدا ان احنا نبدأ نفكر مع بعض ونبدأ ان احنا نقول ان احنا تكتل أفريقي كبير. اول ما بنقول البعد الاستراتيجي واول ما بنتكلم على مكانة مصر طبعا بنبص في الاول لبعدها العربي والدول الأفريقية، وتاني خطوة على طول بتيجي بعدها الأفريقي. مهم جدا ان احنا نبقى تكتل اقتصادي كبير جدا، وخاصة انه كمان يونيو اللي فات تم الامضاء على اتفاقية التجارة الحرة ما بين الدول الأفريقية ما بين 3 من أهم الجهات الاقتصادية في أفريقيا، وده إن شاء الله كمان مفروض إن هو يعود علينا بالخير. عايزين نفكر إزاي إن إحنا نبقى كتلة ضاربة في الاقتصاد، عايزين نفكر ازاي نقدر ان احنا نستغل مواردنا على اكمل وجه، وخاصة انه كتير من مواردنا الخام مستغلة بشكل غير طبيعي، يعني بياخدوا من عندنا المنتجات بأسعار رخيصة جدا جدا، تروح تتصدر في يعني تتصدر المواد الخام للخارج، تصنع برضو بأيدي عاملة رخيصة جدا، ونرجع احنا نستوردها بأعلى الأثمان. وده طب احنا ممكن نقيم صناعات كبيرة قوي، واحنا ممكن ان احنا نفكر ونستغل التكنولوجيا، وخاصة ان كل المؤتمرات والمنتديات اللي بتتعمل في العالم. قبل كده لما كان في المؤتمر اللي كان مقام في باريس والخاص بالمناخ كانوا بيتكلموا على الاقتصاد او يعني الصناعات القائمة اللي بتحافظ على البيئة. احنا كمان لازم نبدأ نفكر في ده، في دعم كبير جدا لإنشاء الصناعات اللي هي بتحافظ على البيئة، فبالتالي احنا كمان في أفريقيا نقدر ان احنا نبدأ نعمل صناعات تحافظ على البيئة، ونبدأ ان احنا كأفريقيين يعني ناس بتنتمي للقارة الأفريقية نبدأ نستغل مواردنا على أكمل وجه، نبدأ ان احنا نقيم الصناعات. طبعا في صناعات كبيرة وثقيلة بتتطلب استثمارات كبيرة قوي، وفي صناعات صغيرة، وكتير من الاقتصاد في عدد كبير من الدول ومنها مثلا الصين أقيمت على الصناعات الصغيرة. ودلوقتي كمان لما احنا بنتكلم المفروض انه في تيسيرات وتسهيلات بالنسبة للشباب وقروض من البنوك بفايدة 5% ومتناقصة للمشاريع الصغيرة. لازم نبدأ نفكر فعلا ان احنا لازم نجد ونشتغل ونجتهد ونبدأ نعمل على أكمل وجه. بحلم انه يبقى عندنا قرى صناعية، كل قرى مصر دي تتحول لقرى صناعية، كل قرية تبقى متخصصة في شيء، كل بيت يبقى متخصص في شيء، وكله يبقى تكاملي مع بعض، نكمل بعض علشان يقوى اقتصادنا بإذن الله. النهاردة هيكون لنا حديث كبير يعني وتفصيلي أكتر عن منتدى الاستثمار الأفريقي 2016، وده من خلال لقائنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ خالد علي. هيبقى كمان عندنا فقرة عن المدارس الذكية، ودي تجربة رائدة بيتم يعني تجربة في عدد من المدارس الموجودة في محافظة الجيزة، وإن شاء الله تعمم، وده هيكون لنا لقاء حول هذا
هذا الموضوع مع المهندس أحمد الليسي. وعندنا كمان فقرة لطيفة جدا النهاردة، بنتكلم كمان على دعم السياحة وإزاي إن إحنا نقدر نبين جمال بلدنا ولكن بأفكار غير تقليدية. هيكون معنا النهاردة لينا بورنيكافا، وهي فنانة تشكيلية روسية مش بترسم ولكنها تخصصت في تزيين الترط، وهي بتزين الترط طبعا أشكال كتيرة جدا، ولكن عشان هي بتحب مصر ابتدت تعمل مجموعة من الترط الخاصة بجمال مصر والشخصيات المصرية والأماكن السياحية اللي موجودة في مصر. هيكون معنا كمان ناتاليا كوكاش، وهي المترجمة اللي هتساعدنا ان احنا نعرف اكتر على الفن التشكيلي الجديد اللي هو كيك ديكوريتنج اللي بتقوم بيه لينا، واشتركت مؤخرا في معرض كان مقام في 13/2، والمعرض كان بيحمل عنوان حلوة يا بلدي، وكل الكيكس اللي كانت موجودة في المعرض كان كلها عليها أثار مصرية، عليها بتبين المناظر والمشاهد الجميلة المصرية. تفصيل أكتر عن الكيك ديكوريشن وإزاي نقدر إن إحنا بأفكار غير تقليدية نروج لفكرة جميلة جدا، وهي فكرة جمال بلدنا مصر، ولينا طبعا روسية ومعانا هنا في مصر، مقيمة في مصر وحبت المصريين وحبت جمال مصر وطبيعة مصر، فبتحاول ان هي تظهر ده من خلال فنها. هنطلع لفاصل ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم، وحديثنا في الفقرة الأولى هيكون عن منتدى الاستثمار.